الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والله يا روحين كترنا أياميها بين ذي قالها طبعاً كي يودن بيي بشهر رمضان السنة كان ومهم إن يسوع العلينا عشرك كهذا يا بشن فضل جاذي فائدة ذينا الله جاب وقفك السنة كي راح يا بين الله شجعين وإلا هو مركان لو جعل يا وحي كان يستعين وحصوصته إياه إنه أجاده إياه إنه دير رجالين هلا قرآن كريم كهذين كليلة القدر قال الله يدعو إلى هاي وقت جهض في سورة الدخان هي سورة القدر اللي بضبع سورة القدر مركو إلى هاي كشر حياة إلى وحط المامس لحفة إذا أي لا هذا هبين كني أما هبين كني ولاية وحيل هاي وحط المامين وسود شيء قرآن كريم كأهبين كن قرآن كوا واكي وكلام كي لهي وحين نقارنا ضدكو أيامها كوين قرمذا الدويدو قلب السبع وحصا مال انت كوبات مال انت اللبات ومال انت قرن ماذا ومال انت وحاس الدعين مركاسي قارة خرش بلنبا لغو بحيا والو الددالة والو سوچي ده بحاظو مالين إسا مال انت تاريخ ده أما هبين كان إلهي وسود تشي قرآن كيسي سبحانه وتعالى كلام كيسا هاو كلها اللي مخلوق إيا بشر إيا چيني ينسي يهبدي يهديدي أوين إذا إلى هاي وسيب سبحانه وتعالى مركبش أنا واحد كفر لبضتي وهبين كان كفر لبضتي يا إلى هاي حسية كلام كسي بابا إلى هاي وكان إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن كان مقشين قيمي سي فضل جيس يا إلى هاي وهبين كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان قيمه هذا وبشهر السودة شيء قرآن قرآن كذا إلى هاي ومركب فهي فائدو ينكيس وما أدراك ما ليلة القدر وحوية واستفهام بمعنى التفخيم والتعظيم أرى إذا سهب سؤالات بويا لا معني سوح وينوي محاد كتقى نادي لقولا شيء محاد كأكتهي محاد كأغيسيي وحوية وحوين لا ميشا كتره وما أدراك ما ليلة القدر قيمه سي فضل جيس محاد كأغيسي إشا هذا لو سوچه ديني إلهي سبحانه وتعالى مسكح ديني لقهن سوچه ديني وكتشواب مركز وحوري خير من ألف شهر كن بلاد بك خير بدنت كن بلاد دي عمر جين دي باك بدن عمر جين عمر غالبتي ما بين 60 و70 بالنبي وحسي صلى الله عليه وسلم أعمار هذه الأمة ومدى عمر جاد واللحدة إلى تطبات أنت كل حيس والله سلا نافيا صدح يستيت سنة إيا صدح بلادي أيامه عملون هدادو تجنال هاي العبادة أجري جاي أبال كلاجا قري لها إلا أجباب هذا سكهلي سهبين كان ساعدها كوابنا واستحي وكم بلاده أنا كتيرن هبين كاس عمل كاس ما إلا هاي أن كلاجا الله هنا حريدها الله واحد كليت بهبين كان كليس وحوي نين ونجونا راضينين أودن بالاف يا أبال مرينا ذو وين وإله وين سبحانه وتعالى وين نسيهم وديق ذو وين كليجون لجهله فضل أفراد أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا يزالون إلا بالخير والبرك أبين كان ملائك بسود جيس ملائك بسود جيس أحفظ السنة هذه لقولها شيطان بسود جي مصيبة سود جت هذه لقولها ملك بسود جينا خير باين لأنه ملائكة خير بين السعلاء خير ين حريص يبركه أي لا سعلاء سيدا درادت وحين كبو شاري سنة إن إنا ملائكة إلهي نوت ماض علماء مركا أي فسريا ليلة القدر أرأي القدر صدح معنى كف السران وليلة الشرف وهذين كي شرفت بضنا قرآن كا شرفت بضنا نويمي أما ليلة القدر ودي تاهر وحشكو مع النقون وما قدر الله حق قدره إلهي ما يشرفين أو ما وينين وينين تي ومضنا أما ليلة القدر وهبين إلهي أقدري الرمها بحيه أقدري
وسوق قارسيني ملايك تسيا وفريان فيها يفرق كل أمر حكيم. أما ليلة القدر قدر كسوى بمعنى الضيق عريري سوله عريري. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه قفك أرساقتي سلقو يريوي أما لقو عريري مركابين كان ملائكة السودة قيسة أفر بضان درادين الإله إذا يقالنا ملائكة استرادة إلا هذا أيا ميل ولبا عريري نقطو ميل ولبا أي بوحسنتي مركان ليلة القدر بألقو مقعاو فضل إذا وحكم إذا أنها سلام أنها سلام ولكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب حلا وحي عبسي عريري عذاب أبا إلهي نقدر القاضي سبحانه وتعالى أضمها أولي ذي ساها عذادي سنية وقدر القاضي وحوين وي نبت قليا ذي نوبان نبت قليا ذات كوعن عليا نبت قليا نبت قليا إلهي الدين تسير عبادة ذيس يعطي ذي سالقوها الله سبحانه وتعالى نبتنا يسقى بحية مركان نبدي أنه آذو تشعلين هذين كنابي انتي ذي وينيت كصورور تيس دا إلهي كعدة هي صورة دا هبين كان فضائل كيسا وحكم ذا سورة دن أو قرآن كريم كا إلا ما يرى سنة إنه سورة دن بابا إلا هاي قبي قيدا بكسو روريون هبين كا أو كقور رمان والله إلا سورة القدر سورة دي هبين كا كور رميس مركا هبين كا سيوح لا يرى سنة كرأينا عنو هاين بادر كيس. وفضل هذه الليلة وفوائدها في القرآن وسيابه قرآن كوشي إلا بدا سورة دوت حتين وصلنا قلنا هبين كان يوحى أو كيد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأمة وإنه قفى إذين يفرصة عمرها أحاديث نورا كسا أراري وحكم إذا حديثك الصحيح النبي يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هبين كان ليلة القدر قفك إستاغا قام وقفك عبادة يستوي قيامك واسرتشوك وحي لها وكرها فالذنب يسي هرارنا أي إلها وكرها فسبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز إنه إلهي كواوين كبائر تاين قرر عيانا ديكو ما أدخى إلهي سيدا سون نبي حسي عليه الصلاة والسلام حديثك لبات وحاو تلماما يا هبين كانينو كتشرو بشهر رمضان نبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا بضن بطاك قور رمضان هذا ترب بضن هبين كانين ما أمدنا بكو قارية مساء أمده هرنا أن وي أبين كانوا هايستين حديث مستدو إمام أحمد كسو قوحا لقى فهم إياه إن رسوشي هرنا هبين كان أي هايستين إن كستو فضل جيس أمدنا وقارية هاي فضل جيس سيدان وين صحابي أبي ذر إلى هذا الله كرال النقض يا وحر يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أهي في رمضان أم في غيره وحد يقول أنت هذين كان ليلة القدر يا الله حصي رمضان بكترة مستب لها كلنا وكترة بركان النبي وحر بل هي في رمضان بشر رمضان بكترة وحود نوي دي تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة النبي يدي ونبي مي سوها يستين هذين كانوا والسي بسمر كيتقين بأينا للدلعي وماشى الله قصاره قال بل هي إلى يوم القيامة مركان النبي وحول صلى الله عليه وسلم هبين كاسي إلى قيامها وشرية مركان مو أورا النبي يدي هنا ميهيسن دام عليه ذو حوية يقولنا ويهيسن لكن ولا ويشرته والرسول كروا للسيئي دبنا ويهاريس شكوا مدى كل رنيا النبي وحول التحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان هبين كان كد ذالة دون دونة طبعا كدن بابشة رمضان ولبا وسيكا بين النبي عليه الصلاة والسلام طبنك تضبط الضمبي أياء وحصي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دردارا كان النبي قادنا يوين نيورين ويسكو قنعيين هذه يتشيرنا مركاتش عليه ستة شيء قد نيور تمنام بالاقو أركا أي الرؤيو مركا الرؤيا دي أي أصحاب تهبين كنكو أركيين ميشو كتشرو أياء بضاتي النبي قول عدك بوكا قاضي كذبنا وحول أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر رياذي نمر كان لقيستين ورورية وحيو بضت طبان كالدم تضبط الدم بي كان تضبط الدم بي كد ذال إنا هبين كاكبا ذي الدونتا وحديث كان صحيحين كسوغا التمسوها في العشر الأواخر فإذا ضعف أحدكم وعجز
فلا يغلبن على السبع البواقي هدو متكين يرد ألبو النبي عليه الصلاة والسلام بيش حقه إذا هرأت تضبط الدنبي داله تلو النصين يا دحلق على رسولك صلى الله عليه وسلم وحيساقنا سيدو دوين حديث كأبي بن كعب ورين صحيحة والله لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 ودارت أصحابي قاسي يوحوا الله والله وحن قرنا يا هابينك ونبي قلنا فري إنا نسوق فري النبي عبادي استبوا الله وأمر ندب أمر صناوي هابينك النبي قلنا فرينا نعبادي استنوي يا هابينك تضبي الله واتنا هذا حديث كان مسلم وريني كحديثتو قار وحيد حسين رمضان قار طبان كدن با قار tirada isdhiman qaar habeen gaar ay sheegeen sidee loo jamcinaya dadkuna waa laga yaabaa inay kala soomaan sida dhacday makkaba oo la kala horeeyo imam ibn hajar rahimahullah fi sharhihi fathul bari bukhari marka uu sharxaya xadiithna waxa uu leeyahay arjahu la isagoo jamcinaya xadiithna meel isugu ururinaya si loogu wada dhaqmo وحلاي أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل استراجح يا وحوي مرك الدليل هذا الأوروري طبعا كذن بي كشرتا وترى ذا إسلمنا وأنا جورجوريس وصلنا ذو حلقة يا بكوبي الله تنكا تستحي الله تنكا سنة كلا تطبي الله تنكا سيني وجورجورت مركا كود ذال حكمتنا وحوي والله أعلم وإلى هاي وقريين إنه هو ذا الدلال عبادة ذا بشا صورن إيا طبان كدن بابا وإيا هدية الشيء بادي دونت بادي دونك هداد آذو بادي صو بادي دوات هشا هل كانت كأكت بادي دي كالونت جهاد النوات كأكت جهاد النوات كأكت دب حربات كو سميس ديك دقين آذو هشا لغي آبا لكن هداد بادي دي ميال قولة كرها دي سينا دوي دوات صورة قل مرر بضوء حسنا علامين كهبين كاس أولي هاي وعلامات مقارنة وملاحقة علامين كحري سنباترة سيدا يفتين هبين كاترة دقناش معان حق عبادة ذا الضبي لهاير إيو حديث كالصحيحة أي كسو قنت هاي إن مال انت قرح دواي صوب حيس هبين كاكو حكتة إيضا صافية مرك إنو مهم كهي وحوي إلهي من برينا إنو النوافتشية ماذا نعمل وماذا نقول في هذه الليلة هذين كام حين قبنينا حين سعمل سمينينا دي عمل نبي قاين وشيق عليه الصلاة والسلام وقام قام وإن قرآن كي قيام كي لا إسراعية وبين كي دي الصلاة دي تراويح ذو حق هرائية تاجد كي لبضي بقفك وإن تكذا سيقارية سيشمع انت بوالو وذا تكنية مركا عمل كاس يا عبادة داس أيا لغو قادنا يا قول كالعرنا يا محوية يذن النبي قال نوشيك صلى الله عليه وسلم حاس كيسي قيمها بطني دا عايش أيا ويدي سيا وحي تلها الدي إلهي ويقيسيها بينك أمانو قادو محان عرنا يا وحي تلها ذابول قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إلهي وادي عافيسك وبدين عافيسك عافيسك نوات عاش إسك كي عافي قاعد قرأنا سقفك مسلم كاوحة وقول درنا هم يجلس وقوين ويدم بيجلس تويدي سيار ساقدي سيوحة كما ورورة يوحة كما ورورة يا دم بيجنا إلهي ونك اللي جد عافه طلع مو كان عاف إلهي ويجنا عاف دعاء سينو أيضا آذو بدين إنا يذكر جا يقرآن كا يقيام كا وحكست آخرة قفك إسك آخر وده هدو كوب بيجمو فرصة داس قيمها بضن أبينك وهلية إلهي بن برينا سبحانه وتعالى إنه نوافتيه اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الهاربين عن المنكرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبضاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
اللهم أرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اليهود والنصارى يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.